لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنبتدي في محاضرة جديدة إن شاء الله. يمكن المحاضرة دي هتكون شوية بعيدة عن موضوع الأفتر إفكت والأنيميشن والكلام من دوت. شوف حقيقي في الفترة اللي فاتت ديت، بعد ما نزلنا شوية بروجكت على الجروب بتاعنا، في شوية ملاحظات بعيدة عن موضوع الأنيميشن والتحريك والكلام دوت. لاحظتها إن أنت عشان يبقى عندك شغل كامل أو متكامل من حيث المضمون ومن حيث التحريك، فاحنا لازم ندرس شوية أساسيات في علم الجرافيك. وهو حقيقي أنا بقول علم الجرافيك لأن الحاجات ديت المفروض في أوروبا بتدرس بره في سنة أولى. الحاجات ديت بنسميها المبادئ الأساسية لتصميم الجرافيك. المحاضرة ديت طبعا مش شرط إن هي تكون للناس اللي شغالة أفتر إفكت أو الناس اللي شغالة أنيميشن. هي بتلم مواضيع أكتر بخصوص الجرافيك كامل، من حيث البروشور، من حيث يعني البروشورات، من حيث البيزنس كارد، الكلام ده كله. فهي خلفية عامة طبعا بنستخدمها كتير جدا في مشاريع الافتر افكت، والاكتر جزء يمكن بركز فيه هو الخطوط والالوان. حقيقة المحاضرة دي هتتقسم لثلاث اجزاء، مش يعني محاضرتنا مش هي اللي هتتقسم لثلاث اجزاء، هي الموضوع بتاعنا هيتقسم على ثلاث اجزاء. هيبتدي باول جزء اللي هو الاربع مبادئ الاساسيين في التصميم الناجح او التصميم الكامل. تاني حاجة هنتكلم عن الخطوط، انواع الخطوط وازاي نستخدمها مع بعض. وتالت حاجة هنتكلم عن الالوان. والتلاتة طبعا ما ننساش ان التلاتة مع بعض كلهم هو موضوع واحد، يعني نسبيا بنفكر فيه قبل ما نبتدي نعمل مشروع، ويعني قبل ما نخش في عملية الافتر افكت بنبتدي تجهيز الموضوع دوت. ودي هنشوفها بعد كده ان شاء الله لما نيجي نعمل البروجكت بتاعنا، ازاي هنبتدي نطبق التلات خطوات او التلات مواضيع اللي احنا هنتكلم عنهم في المحاضرة ديت. المحاضرة ديت ممكن تكون طويلة شوية، فأنا هحاول أحط فواصل في النص، الفاصل بحيث إن الناس اللي مش عايزة تتفرج على التلات أجزاء دفعة واحدة تتفرج على جزء جزء جزء. دوت كان بالنسبة لمحاضرة النهاردة. طبعا هاخد بس من وقت حضراتكو دقيقتين زيادة. أولا أنا عايز أتكلم عن الناس اللي بتسأل عن الكورس أوتلاين أو الخطة اللي احنا ماشيين بيها في الكورس. حقيقة عندنا في الإيفنت القديم قبل ما نعمل الجروب بتاعنا كنا حاطين صفحة كاملة محطوط فيها الكورس اوتلاين او الخطوط العريضة اللي بيمشي عليها الكورس، اللي هو الالستريتور وكورس الافتر افكت. ده بداية. تاني حاجة الناس اللي بتسأل عن البروجكت، بروجكت طبيعي يا جماعة ان علم الافتر افكت انت بتدرس فيه تدرس فيه الحاجات الاساسية، يعني التدريبات الاساسية او التكنيكات الاساسية. بينما كفكرة عامة لو انت فضلت تستناني عشان انزل لك انا بروجكت، فده الموضوع طبعا مش صحيح، لان نظرا ان انا نظرا لظروف الشغل ونظرا لكل واحد عنده ظروفه وكده، فالموضوع بيحتاج منك تدور اكتر، تدور في اليوتيوب، تدور في جوجل، كل الكلام ده، وتكتب افتر افكت هيطلع لك كذا مشروع، اتفرج عليهم وحاول تقلدهم. اللي احنا اتعلمناه لغاية دلوقتي بجد والله يعني يخلينا نعمل مشاريع كتيرة جدا. في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنزود شوية حاجات تانيين يخدموا موضوعنا. يمكن إحنا ماشيين في موضوع السلايد شو أو عرض الصور والكلام دوت للناس مثلا، لأن هو ليه استخدام واسع جدا، إن كان في الإعلانات، إن كان في الناس اللي بتحب مثلا عايزين هم يعملوا مثلا الإنترو بتاعة الفرح، الأفراح بتاعتهم، أو في استخدامات كتيرة. فدوت كانت حاجات حبيت أنوه عنها. وطبيعي بجد في موضوع اكتر موضوع اللي هو فرحني، اللي هو موضوع ان عندنا حد في الجروب اسمه حسن ادهم، يعني يا رب ما اكونش غلطان. حسن ادهم ده يا جماعه عنده 15 سنه، وهو اللي عندنا في الجروب عامل مشروع ال WWE. فبجد انا من ضمن الحاجات الكتيره جدا اللي مبسوط بيها ان احنا عندنا شخص في العمر دوت بيدرس افتر افكت، واتمنى ان هو يكون يعني ان شاء الله من احسن مصممين العرب، ويدي دافع للناس اللي معانا التانية في الجروب ان هي تبتدي تشتغل. هو ما شاء الله ملتزم جدا. طيب نبتدي نخش كده في البرزنتيشن بتاعتنا. طبعا معلش هي المحاضرة اتأخرت نظرا ان البرزنتيشن هي اللي خدت وقت مني،
عملتها الستريتور ودخلتها باور بوينت بعد كده. طيب عايزين نتكلم بداية كده في أول حاجة عن البرفكت ديزاين أو التصميم الكامل. التصميم الكامل ليه بعض العناصر المهمة جدا، والعناصر ديت بتختلف زي ما انتم شايفين، مثلا من ألوان، من خلفية، من خطوط، أشكال خطوط تقلها الكلام ده. فدي كلها في الآخر بتنتج عندك عمل كامل، إن كان هو عمل كامل في الأنيميشن أو حتى إن كان عمل كامل في الموشن جرافيك أو غيره. فأول موضوع عندنا زي ما قلنا القسم الأول كنا هنتكلم عن الأربعة برينسيبل. إيه هم الأربعة برينسيبل لعملية التصميم الناجح؟ الأربعة برينسيبل بتقسموا من حيث الآتي: البروكسيميتي والألاين والكونتراست والريبيتيشن. يعني إيه البروكسيميتي؟ بمعنى صح إحنا هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل في الكام سلايد اللي جايين دول، بس لو جينا نتكلم عن البروكسيميتي التقاربية، يعني مع يعني مع يعني مدى قرب الحاجات من بعضها. الالاين وهي ال ما اعرفش هي بالظبط يعني ازاي تحط حاجه جنب حاجه، يعني الالاين. كونتراست اللي هي التباين، والريبيتيشن التعدديه. فالاربع حاجات دول عاده اكتر استخداماتهم بيكونوا في لما تعمل باراجراف او تعمل كذا تكست مع بعض او تعمل كذا يعني كذا مقاله جنب بعض ليهم ترتيب. وطبعا عشان تحفظهم ليهم كلمه شهيره جدا، يعني حتى لما كنا بندرسهم اونلاين كنت واخد فيهم كورس تبع الـ University of Art كان بيتكلم عن الموضوع، قال لك أسهل كلمة تحفظ بيهم هي كلمة كراب. كراب بالإنجليزي يعني حاجة يعني زبالة. فكلمة كراب اللي هو عندك تبتدي C R A B، يبقى الـ Proximity والـ Align والـ Contrast والـ Reputation. نبتدي بداية كده بالـ Proximity. قال لك إيه هي الـ Proximity؟ Proximity هي Group Related Item Together. يعني إيه؟ بمعنى إن أنا لو عندي كذا فقرة او كذا حاجه في تكست او في باراجراف او في يعني مقاله، دايما بنجمع الحاجات اللي جنب بعضيها نقربها بمسافاتها مع بعض، تمام، ونبعد المسافات اللي ما بين الحاجات اللي مش مرتبطه. طبعا الكلام دوت نسبيا يعني ما ينفعش يتشرح كباور بوينت اكتر منه، هيتشرح بحاجات تانية دلوقتي هتيجي ان شاء الله، بس خليك دايما فاكر ان كل اللي ليه علاقه ببعضه بنقربه من بعض، وكل اللي ملوش علاقه بنبعده عن بعض. ده ازاي؟ زي المثال اللي جاي عندنا. دول عندنا مثالين للبيزنس كارد، ودول اكتر مثالين فاشلين ممكن تشوفهم، يعني زي ما مكتوب تحت كده باد ديزاين، من اكتر الامثله اللي ممكن تشوفها. ازاي؟ هتلاحظ عندنا هنا لو ابتدينا في قاعده علميه بتقولك ان العين دايما بتشوف من ناحيه الشمال وتاخد كيرف داير، يعني تروح بتاخد سيركل بدايتها من الشمال دوت لو احنا بنتكلم في انجليزي. لو في العربي بتاخد من اليمين وتلف السيركل، يعني بتاخد من اليمين تبص من اليمين لحد مثلا تحت في الشمال، بعديها ترجع تاني مكان ما ابتدى. طيب لو جينا نبص شويه كده دقيقتين للكارت دوت، قول لي لو جيت بتبص على الكارت ده عينك هتقف كام مره؟ معنى عينك هتقف كام مره؟ يعني انت اول مره هتقف عند اللوجو. ده الطبيعي ان الناس كلها عشان كده دايما بنحط اللوجو ناحيه الشمال، لان في علم النفس معروف او في الطب معروف ان البني ادم بيبص اول حاجه ناحيه الشمال، فاول حاجه عينك هتبص عليها الشمال. اوكي وقفت مره، بعديها وقفت هنا عشان تقرا الكلام ده، بعديها وقفت هنا، بعديها وقفت هنا، بعديها وقفت عشان تحس يعني بدايه اولا الالوان مش مظبوطه، مش عارف ايه، الكارت كله على بعضه كده في حاجه غلط. وعلى فكره الكروت دي انا مش عاملها، دي موجوده اونلاين اصلا. طيب لو بصينا للتاني اسهل، هتبص هتلاقي عينك اول حاجه بتقف على ادم اوفيس، بعدها الاونر، بعدها مش عارف ايه، بعدها ايه. طب وانت بتلف في الكلام دوت ايه اللي حصل؟ انت فقدت المحتوى اللي في الوسط، فقدت هو بيتكلم عن ايه، هو الكارت ده كارت ايه، هو كارت هنا ادم اوفيس، هو كل دوت بيتكلم عن ادم اوفيس، هو عايز يقول لك ان هو ده مكتب ادم وهو الاونر وهو وارقام تليفونه والكلام ده. طيب دوت بيعمل ايه عندنا؟ بيعمل حاجه اسمها بريك في المحتوى، يعني ايه؟ ما بتوصلش الهدف، بمعنى ما بتقدرش توصل انت عايز توصل لايه بالظبط. دوت ممكن يحصل مش بس في البيزنس كارد او مش في الكروت الشخصيه، ده ممكن يحصل في حاجات تانية كتير، مثلا حتى في مشاريع الافتر افكت لازم يبقى الرسالة واضحة، أنواع خطوطك تجذب العين. حاول دايما تخلي اللي بيتفرج على حاجة مش عايز يشيل عينه، بينما فكرة إجهاد العين إن أنت تقف هنا وتقف هنا وتقف هنا وتقف هنا وتقف هنا وتقف هنا، كل الكلام دوت بيخليك بيقلل من قيمتك. بمعنى لما تيجي تعمل، حتى لما تيجي تعمل أنيميشن
في مثلا في تكست زي دوت ودوت، لاحظت كذا مشروع كده ان هو دايما بيفصل ان مثلا الحاجه بنسميها التايتل اللي هو المعنى الاساسي، مثلا اللي هو مثلا حسام الدين مصطفى وعايزين نكتب تحت منه مثلا ايرونيكال انجينير مهندس طيران، فتلاقي حسام بتروح في حته وايرونيكال انجينير بتروح في حته، فانت في الاول رحت ناحيه الشكل الاكبر اللي هو الاسم عشان اسم مثلا معمول كبير، فانت رحت ناحيه الكبير، بعدها رحت ايرونيكال انجينير، فتحس ان الموضوع تاني. فالموضوع كله عايز تنظيم او عايز ترتيب، ودي هي البروكسيميتي. بمعنى ان انا لو جيت مثلا اخد على سبيل المثال مثلا الموضوع ده كله او البيزنس كارد دوت، لو جيت هقسم الموضوع، يفضل اولا ان انت لما يجي لك مشروع زي دوت او ايا يكن مشروع ايه، مشروع جرافيك او مشروع افتر افكت او غيره، تكتب تجيب ورقه بيضه بره وتكتب العلاقات بينها وبين بعضيها. بمعنى انا عايز دلوقتي حاجه واحده، عايز اظبط الكارت ده، قال لك اعمل لي موديفيكيشن او اعمل لي تظبيط في الكارت ده. اوكي انا عايز ايه؟ اول حاجه ادم اوفيس واونر، ادم اوفيس واونر، اوكي دول ليهم علاقه ببعض ان ده مكتب ادم وهو الاونر، خلاص خلصنا. A1 اوفيس سبلايز ده برضو تبعهم. يجي لك هنا 27 مين ستريت الشارع الرئيسي هوم تاون تكست مش عارف ايه دوت، ينضم تحت بند العنوان، يبقى انا هكتب العنوان اللي هو الكلام دوت، وهضيف عليه كمان رقم التليفون، ودول احطهم في جروب لوحديهم، بعدين احط الميل ده في جروب لوحده، واحط كل الكلام ده في جروب لوحده. جميل جميل. نفس الحكايه لو جيت تفكر هنا، انا هنا ما اديتش حلول في البرزنتيشن دي بحيث ان الناس تبتدي هي اللي تفكر هنحط فيه ازاي وبتاع، وتحطه على الجروب. الكلام دوت هتشوفه كتير جدا في حياتك، وانت قاعد في كافيه هيجي لك بروشور كل الكلام فوق بعضه، او الكلام مش مرصوص او مش متظبط، مفيش فواصل، مفيش راحة للعين بحيث ان انت تفهم الموضوع. نفس الحكاية في الكروت الشخصية، الكروت الشخصية اللي بتجيلك، حد بيديك كارت شخصي، دايما فكر العين هتقف كام مرة، فانت لو تقدر تخلي العين ما تقفش ولا مرة بحيث ان القراية تبقى كلها دفعة واحدة، فانت كده تبقى مصمم ناجح. وده هنا يبتدي البروكسيميتي. هنشوف مثلا شوية كروت مثلا تانية مهمة جدا. لاحظ عندنا هنا مثلا كارت زي الكارت دوت، ودي كروت مثلا نازله من بي اس دي جرافيك، ده لو الناس عايزه تنزل كروت شخصيه، هو بيعمل فري تمبلت وحاجات كتيره جدا كويسه جدا يعني. فهتلاقي فيه كل حاجه، بروشورات والكلام دوت بملفات بي اس دي، يعني ملفات فوتوشوب مفتوحه. اوكي لاحظ هنا يور نيم بريزيدنت، وقفت مره، بعديها جيت هنا تمام، ابتدينا من الشمال رحت يمين، رحت بعدها رحت رايح هنا بي اس دي جرافيك تمام. لاحظ ان هنا بي اس دي جرافيك وتحتها السب تايتل، المسافه ما بينهم قصيره، فعشان كده ايه، عشان دول مرتبطين ببعض. يور نيم اسمك، وزود شويه المسافه هنا عشان هنا هيجي تايتل او هيجي هو ايه او شغال ايه. بعديها راح مجمع المعلومات كلها اللي موجوده هنا بحيث ان هي ليها نفس المعنى، يعني الويب سايت والايميل والتليفونين ليهم نفس المعنى، بالتالي الشكل بقى منتظم. انت بصيت هنا واحده اتنين تلاته، فهمت الكارت ايه، فهمت ان هو بيتكلم عن بي اس دي جرافيك، خلاص خلصنا. اوكي فهمنا ان هو بيتكلم عن بي اس دي جرافيك تمام، وفهمنا ان هو مين الشخص دوت، واخر حاجه فهمناها اللي هو العنوان. نفس الحكايه في الكارت دوت، ابتدى بدايه من الشمال من اللوجو، عارف ان انت تبص ناحيه الشمال، بعدها تروح ناحيه اليمين، رحنا قاريين الاسم هنا تمام. ابتدى هنا كل، تلاحظ البلوك ده عمل بلوك كامل، حط فيه العنوان والتليفون والكلام دوت. جميل. لما جاي يحط فرع تاني ما جابسهمش كلهم فوق بعض، ولا اللي هو عمل الارقام كلها تحت بعضيها، ولا زي مثلا زي المثال الرهيب دوت. الكارت هنا سيمبل، لو كان حافظ على مبدأ واحد من اربع مبادئ اللي احنا قلناهم، كان على الاقل بقى رحمة. فطبعا دوت زي ما احنا شايفين عندنا هيد كورت اولاني وهيد كورت تاني، الاوفيس تاني، راح مقسمهم جزئين وعملهم بلوكين. بقيت هنا انت فاهم، انت لما تيجي تمسك الكارت تعرف تقرا. وراح فاصل ايه، راح جاي هنا راح عامل الاسم والميل والتليفون، وحط هنا لوحده فصل الموضوع دوت بحيث ان ده عنوان الشركه، ودوت للانفو للانفو، ودوت للناس ايا يكن بقى هو بيبيع منتج ايه. فده مبدا واحد، مبدا البروكسيميتي،
ومبدأ البروكسيميتي اللي هو ان احنا قلنا اللي يحط الحاجات اللي هو عايزها تتشاف دفعة واحدة او ليها علاقة ببعض مع بعض، ويبتدي يعمل وايت سبيس، والوايت سبيس دوت ما يكترش منه، يعني وايت سبيس فاصل يدي للعين حيز، فالعقل يستوعب الفكرة ان الموضوع دوت مش مرتبط بالموضوع ده. تمام، معنى مش مرتبط ان هو ده عنوان وده عنوان فما لهمش رابط بعض، لا، معنى ان دي حاجة ودي حاجة، هو ده هنا هيد كوات وهيد كوات، وهنا راح مدي مسافة بيضة كلها ومديك هنا الاسم والميل. طيب جميل، اللي احنا قلناه ده كله بيتطبق ازاي؟ دي شوية حاجات كنت واخدها برينت سكرين، اللي هو مايكروسوفت وورد ازاي تعمل السبيس ما بين الخطوط، الانديزاين، الكويك اكسبريس، طبعا اللي واخد منه الصورة اللي متاخدة ديت متاخدة من ابل ماكنتوش، فهتلاقي الوضع مختلف، وهنا في الفوتوشوب والالستريتور. فانا هعمل دلوقتي بوز للفيديو قبل ما افتح الفوتوشوب والالستريتور واوريكم ازاي الحاجات ديت بنعملها، وحتى على افتر افكت. احنا رجعنا تاني في عامل بالظبط كده نسخة مقلدة من الكارت اللي احنا شفناه، ادي الكارت بتاعنا، فاكرين الكارت الاصلي كنا وحشين وعايزين نطبق عليه اللي احنا اتعلمناه. طيب احنا قلنا البروكسيميتي، البروكسيميتي المسافة ما بين التكست. طيب لو انت عندك كارت زي دوت وعايز تعدله، تمام، عايزين نعدله، ايه الطريقة اللي نعدله بيها؟ الموضوع سهل جدا. اول حاجة انا بعد ما بصيت كده الموضوع شوية لقيت ان انا عندي رقم تليفون وعندي ميل، عندي عنوان، تمام، A1 Office Supplies، وعندي آدم أوفيس وأونر، فآدم أوفيس وأونر دول لهم علاقة ببعض، ويعتبر كل دوت إعلان أو عنوان ومعاه رقم تليفون والهوت ميل. طيب جميل، رحت عامل ايه؟ بداية هاخد اللي هو الباراجراف اللي فيه العنوان ده كله، هزيه على جنب كده عشان انا مش عايزه، هاخد آدم أوفيس احطها مثلا هنا، تمام، وكبر الفونت شوية. طبعا هي مشكلة في الفونت ده، ان هو مش عارف ليه شكله كده، لو جيت انا رحت مغيره جايب اريال مثلا، اوكي، وحطيته بلاك، رحت مصغر الخط شوية كده، بقى نسبيا احسن. هو الخط اللي مستخدمه هنا او الخط اللي موجود في الـ اسمه تايم رومان، تايم رومان دوت أصعب في القراية زي ما هنتكلم بعد كده عن الخطوط. تمام. تاني حاجة عندي الأونر، رحت واخد الأونر دي، تمام، رحت مسحها وجاي على آدم فونت، رحت دايس انتر اللي احنا كلنا بنعمله، رحت كاتب أونر، تمام، رحت يمكن درس فوتوشوب هو شوية بس علم التكست. فين اللي انا بقول عليه؟ اللي انا بقول عليه لو فتحت قائمة باراجراف هتلاقي عندك قائمة باراجراف هنا، هي موجودة في الفوتوشوب او هي نفسها في الالستريتور، وموجودة برضو في الافتر افكت. طيب كلهم ليهم نفس الرموز على فكرة، الرموز ديت يمكن نسبيا حتى موجودة في نفس الموضوع في الاوفيس، فلو هي مش موجودة عندك كل هتبقى تروح ويندو وتدوس على باراجراف هيفتح لك القائمة دي. جميل، ايه اللي انا بتكلم عليه؟ قلنا المسافات، ادم واونر الاتنين تربطهم علاقة ببعض، فعايزين نقرب المسافة ما بينهم بحيث ان العين لما تقرأ تعرف ان ادم اوفيس هو الاونر على طول. تمام. يجي لك هنا في الناحية الشمال دوت المسافة اللي هي من فوق، اللي هو هيبتدي هيقرأ باراجراف هياخد اول سطر ويزود المسافة زي ما انتم شايفين كده بينه وبين الباراجراف التاني، فلو بعدت عن بعض يبقى معناها ان هم مش ريليتد او مش مقربين قوي. تمام، هحطها بصفر، دي المسافة اللي تحت، اللي تحت مين؟ اللي تحت الأونر. جميل. فاحنا عندنا آدم أوفيس هنا وعايزين نقرب منها الأونر، كل اللي احنا هنعمله ايه؟ هنعلم على آدم وأوفيس ونسحبهم في واحد بوينت، هنبتدي نسحب أونر زي ما انتوا شايفين كده كليك ودراج الطريقة دي بحيث ان هو يبقى شكله آدم أونر. تمام، طبعا نحاول نصغر اونر دي خلاص.
طيب هل كل مرة بفتح باراجراف واعمل كده؟ لا، كل اللي تعمله سهل، هتعلم على الاتنين، ولو دوست الت وفوق هتقرب الكلام من بعضه، الت وتحت بتبعده. خلاص بقت آدم اونر. ممكن نبعدها كمان شوية سنة، بحيث ان هي ايه. فاحنا كده خلصنا من آدم اونر. طبعا انا لا هتكلم في الوان ولا هتكلم في حاجة، احنا بس هنعدل الاماكن. جميل جميل. يجي لي رقم التليفون ده، قلنا ليه علاقة، وده العنوان. طيب جميل، بما ان الشكل هنا ما عندناش لوجو فيه، فانا هتعامل ان انت هتبص على آدم اوفيس من الاول، وبعديها ايه تلف داير ما يدور. فعايزين نحط العنوان. العنوان ده اولا هظبط الالاين، هخليه كله ناحية الشمال الشكل ده، وهضيف عليهم الخمس خمسات. هتدوس انتر، 5 5 5 -5 5 5. ودايما استخدم الطريقة دي يا جماعة، ده العين ما بتحفظ او العقل ما بيحفظش اكتر من 3 ارقام دفعة واحدة، ما بيفتكرش غير 3 حاجات دفعة واحدة. الحاجة الرابعة دايما بتبقى ضعيفة، فعشان تحفظ رقم التليفون دايما قسمه 3 4. يعني مثلا لو رقم 7 ارقام قسمه 3 4، لو رقم مثلا 12 رقم فحاول تقسمه 4 3، المهم خلي فيه رقم 3. تمام. وبكده ده يبقى احنا كده ضفنا رقم التليفون ومش عايزين ده. دلوقتي رقم التليفون العلاقة ديت كلها بينها وبين بعض، ان ده الاوفيس الاول وده الايه الستريت والهوم تاون والتليفون. فالطبيعي ان انا لو دوست الت بدأت اقربهم من بعض كده خلاص، فانا عايز ايه، عايز الثلاثة دول العنوان، فجاي معلم على الثلاثة دول وادوس للرابعة تحت، دوس كليكاية هنا عشان اللي تحت منها هو اللي ينزل اللي تحت، اعلم عليها واقول له اللي تحت 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 تحت. خلاص نزلها شوية تحت بحيث تبقى مظبوطة، وبعديها هعلم تاني على التكست، اخد 3 5 وابتدي انزلهم شوية بعيد شوية بعيدة. يمكن مفيش فرق قوي، بس هيبان الفرق دوت لو انت كنت عامل مثلا كمان رقم، يعني عامل انتر 5 5 5 -6 6 6 6. تمام، رحت جايب الرقمين دول ومقصرهم من بعض، انت كده مطلعهم على فوق. خلاص هتعلم على اللي تحت ده كله واسحبه، بحيث ان دول رقمين، بقت العين مفرقة ان دوت رقم. في الاخر هتيجي ضايف الميل، ممكن تيجي اعمل له دوس عليه دبل كليك، اعمل له كنترول اكس عشان تعمل له كات. علم عليه معلش الفيديو، كنترول اكس بس اوكي، واجي جاي على التكست هنا دايس انتر كنترول في، وبما انه هو ملوش علاقة بيهم فممكن ايه اسيب له مسافة شوية ابعد. بس لو جينا علمنا على كل التكست ده وعملنا له الاين ناحية اليمين واحنا ساحبينه هنا كده، بقى الشكل عامل كده. طبعا هنا تقدر تحط لوجو، لو كان عندنا لوجو كنا عملنا على ادم اوفيس دي كده الاين، وهنتكلم عن الاين دي كان بقى شكله كده. ونسبيا اظن، يعني اظن لو علمنا على الثلاثه دول وعملنا كده اظن هو ارحم من ده. هو تعديل واحد اللي احنا عملناه، اللي هو احنا ظبطنا مثلا الحاجات كلها، يعني ادم هو القديم تمام، وادي الجديد فصلنا كل حاجة عن بعضها، وهكذا تستمر العملية دي. فدي من ضمن أول مبدأ يتطبق واللي هي البروكسيميتي. تمام، يبقى احنا عرفنا منين بنجيب المسافات ما بين الخطوط. كل هتعمله انت هتروح ويندو باراجراف، هيطلع لك هنا بداية من الباراجراف دوت، حتى انت لما تيجي تدوس هنا مثلا هيطلع لك يقول لك المسافة ديت من فوق، بمعنى الباراجراف اللي بتعلم عليه او التكست اللي انت بتعلم عليه. بسرعة كده يعني مثلا هنعمل باراجراف مثلا اوكي انتر مسافة
هتلاحظ ان مسافة الانتر اللي هي 1 بوينت دي اللي هي محفوظة دايما. طيب جميل، لو دوت هيدلاين او دوت اسمك وانت عايز تقرب المسافة دي هتعمل ايه؟ تضطر ان تعمل دوت في تكست لوحده وتقعد تقرب المسافة. طبعا ده اكبر غلط، انت كل اللي محتاجه ان انت تعمل ايه؟ شايف المسافة دي من فوق، هتقللها دي كده المسافة من فوق، يعني ايه؟ السطر اللي قبل السطر اللي انت معلق عليه، واللي تحت دي هي سطر السطر اللي بعده اللي هو اللي ده، فانت هتقربه كده لحد ما يبقى مظبوط وخلاص. وبقى عندك هنا كده مثلا اسم ودوت التايتل بتاعك ودوت مثلا رقم التليفون او غيره. الموضوع سهل جدا يعني، مش ازمه. الاستريتور نفس الموضوع، في افتر افكت هوقف شويه اوكي. هنا بعد ما فتحنا افتر افكت كنت مجهز حاجه عاديه سوليد لاير وفيها تكست، هتلاقي التكست دوت كتبت فيه بالتكست لاير من هنا، كتبت فيه حسام الدين مصطفى ودوست انتر، بعد لي المسافه اللي هي المسافه ديت المتعارف عليها اللي هي سطر واحد، ورحت كاتب موشن جرافيك. جميل جميل. لو فاكرين، لو كنا عايزين نعمل موشن جرافيك دي مع حسام والاتنين يتحركوا مع بعض، كنا هنضطر نعمل ايه؟ نعمل حسام في لاير لوحديها في تكست لوحده، ونحط موشن جرافيك في تكست لوحده عشان الاتنين يفضلوا يتحركوا مع بعض وبتاع. فكانت الموضوع يعني معقد، يعني ملوش لازمة، خطوات ملهاش لازمة. فكل اللي عملته ان انا رحت تكست لاير، رحت جاي اعمل باراجراف ايا يكن طوله ايه، يعني مش حسام الدين، دايس انتر، موشن جرافيك ديزاينر. اوكي طبعا هو عمل هنا كده. طبعا عشان عندنا البريستات هنا متغيرة، فتلاقي الموضوع صفر اوتو خلاص. جميل جميل. ايا يكن دي من ضمن مثلا الحاجات اللي انت عملتها، فانت كده تقول لا انا يعني موضوع كده خربان، فانا انقل موشن جرافيك في تكست. لا خالص، كل اللي هتعمله هتعلم على السطر، ومش هتعلم كمان، انت هتخليك على التكست دوت، وتيجي هنا شايفين هنا في الباراجراف دي ليه لو مش موجودة برضو عندك، هتروح ناحية باراجراف هتلاقي هنا فين باراجراف اهي، كنترول 7 كمان، شايفين دول الاتنين، واحدة فوق واحدة تحت، دول مسؤوليتهم كلهم المسافة ما بين الاتنين لاين. فهو هي انا بحرك من هنا، هي التحريك من فوق. بس هو الصح ان انت لو عندك سطر انت معلم عليه زي ما انت عامل هنا، وعايز تحرك اللي فوق او اللي تحت، بس هنا مش هتفرق. فانا هبعده هنا كده شوية وادوس دبل كليك، اكبر فونت حسام ده شوية لحد ما يبقى طرفه كده، ادي اهي زي ما انتم شايفين. فدي دي ده الموضوع ببساطة خالص، يعني اتحكم من هنا في المسافة، ممكن احطه هنا. ودي اوقات كتيرة بنستخدمها عشان نعمل بيها على فكرة اشكال، المسافات اللي هي ديت مش شرط. واكتر حاجات اللي هي بتلاقيها في الكتب، يعني لو انت مثلا، لو انا جيت فتحت مثلا عندنا، تخيل لو عندك صفحة زي دي، انت يعني مفيش حاجة انت فاهمها اصلا، انت مش فاهم هو بيتكلم عن ايه. طب مين؟ طب في امثلة تانية كتير زي الكات اللي احنا شفناه، زي ده كويس، ده نسبيا كويس. طبعا دوت فاصلهم، بس الغريبة هو طالما حاطط كل البوست كود وبتاع، ليه رمى التليفون هنا؟ يعني دي من ضمن الحاجات برضو. ده الكارت ده خلاص، ده نفس الحكاية يعني، فاهمني؟ فصل كل حاجة بحيث ان عينك بقت هي دي لوحديها، ويوستك ات باركينج وسيري. ف ده نفس رجعنا لهم تاني. ف دي اول حاجة كانت اسمها البروكسيميتي، المسافة ما بين الحاجات، وبنربط الحاجات المتقاربة بمسافات قريبة، والحاجات المتباعدة بمسافات بعيدة عن بعض. هنكمل كده الباوربوينت بتاعتنا، ونخش على تاني حاجة اسمها الالاين. طيب قبل ما نخش على الالاين، ايه الحاجات اللي لو انت استخدمت التكنيك ده، تكنيك البروكسيميتي، تبعد عنها؟ تكنيك البروكسيميتي بيقول لك اول حاجة don't stuck to the corners or in the middle because of space. يعني دايما ما الاقيش واحد بيعمل لي اعلان دايما راصص لي كل حاجة في النص، ده معظم دايما اللي بنعمله، دايما بنهمل اليمين بنهمل الشمال الكلام ده كله.
فما تحطش كل حاجة في النص، او مش كل حاجة توزعها على الكورنر. يعني انت عندك اعلان مستطيل، تيجي انت تحط رقم تليفون في ناحية والميل في ناحية لا، اعملهم في جروبس اسهل عليك وبيدي شكل احسن. خلاص، avoid too many spaces between elements، حاول دايما ما تخليش برضو المسافة كبيرة قوي، يعني مش قوي، يعني فاهمني، على قد العلاقة، على قد المسافة. على رأي كوفي، ستيف كوفي ده اشهر واحد في علم المانجمنت في الإدارة، يقول لك كل ما تكون المسافات قريبة من الناس تعرف ان علاقتهم كويسة. تمام. تالت حاجة، دايما ما تستخدمش انتر بجد، بليز يعني لو سمحت، مش كل ما تكون عايز تحط سطر تحت سطر انتر، ولو عايز تزود المسافة 2 انتر، لا لا خالص. من النهاردة استخدم دايما الباراجراف، اعمل باراجراف حط فيه كل حاجتك، اسهل لك بعد كده حتى في الانيميشن بدل ما تقعد تعمل سطور وتحركها مع بعض. فدي من ضمن الحاجات، شكلها احسن والتحكم فيها اسهل. تمام. عمرك ما تحط اخر واحدة اللي هي don't create relation between things that are not related، يعني دايما ما تحطش حاجة ملهاش دعوة ببعض. يعني ما تجيبش مثلا اسمك واسم الشركة وبعديها عنوان الشركة، وتيجي جاي في الآخر حاطط لي السيرفس اللي بتعملها ايه، هي أصلا هي بتنظف الشوارع أو شركة مش عارف ايه. فدي ملهاش علاقة خالص بالموضوع. دي لو كنت عايز تعملها كنت فصلتها مع اسم الشركة فوق وحطيته سبتايتل، سبتايتل اللي هو مثلا ده اسم الشركة، بنحط تحتيه خط تعريف صغير مثلا. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تبقى عارفها في الديزاين. تاني حاجة هنتكلم عن الالاينمنت. وايه هو الالاينمنت؟ الالاينمنت زي ما مكتوب nothing should be placed in place randomly. يعني الالاينمنت باختصار شديد هو حافة وهمية. يعني ايه حافة وهمية؟ خط في الصفحة بنظبط عليه كل حاجاتنا. بمعنى ان احنا لو جينا رجعنا فاكرين التصميمات اللي احنا قلنا عليها، هي موجودة كمان في الباوربوينت، معلش فاكرين هنا كان في كارتين، لاحظ كده هتلاقي alignment. ايه هو alignment؟ هتلاقي ان طرف الخط ده عامل حافة وهمية هنا رص عليها كل حاجة، وعمل حافة وهمية هنا حط عليها الاتنين ام دوت، بنسميه بيعمل شارب لاين او خط يعني حاد. والخط الحاد ده بيديك more elegant، يعني اكتر فخامة واكتر قوة في الموضوع. هنلاحظ هنا نفس الحكاية، ان هو محطش العناوين مثلا متفرطين مع بعض او لا، ده هو رتبهم كلهم الاين على الناحية دي، وهو هو نفس الخط ده. وتلاحظ حتى دي كمان expression، هو خط طرف من هنا، نفس الحكاية هنا عمل لهم خط وعمل لهم الاين. هنلاقي امثلة كتيرة، مثلا في عندي امثلة تانيين مثلا، يعني دي best designs اللي انا شفتهم، دول فيهم حاجات كتير. هتلاقي كله alignment هنا، align ده عمله في النص خلاص، align هنا اهي كلها خط. طبعا لاحظ ان هنا هتقول لي ما هو عمل هنا، لا هو واخد الخط على الحافة اللي هنا على حافة اول الكلام دوت، واحد منهم ادي خط هنا خلاص، ادي واحد هنا، واحد هنا، هو كمان هنا كل الخطوط دي، واحد كمان اهو. وعادة لما بنيجي بنعمل الموضوع دوت بنعمله، يعني مثلا عندنا في الشكل ده عندنا الالاين ناحية الشمال، منين الالاين في الافتر افكت؟ بالمرة طالما احنا فاتحين افتر افكت هتلاقي الالاين هنا اهي، بس ديت عادة بنستخدمها لما يكون عندنا اتنين اوبجكت. بينما التكست ده او الباراجراف ده الالاين بتاعه فين؟ الالاين بتاعه هنا اهو، فالاينه يمين الاينه شمال. تمام. وهنا يمين وشمال، هنا بياخد يمين وشمال الصفحة، لأن هو ده باراجراف، هو متظبط مسافاته محطوطة، هو مضمون إن المسافة دي. بينما لو جينا مثلا نعمل، عايزين مثلا نعمل حاجة تانية، مثلا نكتب رقم 6 مثلا، أوكي، ونكبره كده خلاص، نعمل لوك خلاص. عايزين نحط 6 وحسام، هنعمل ألاين إزاي؟ هناخد الاتنين نعلم عليهم ونعمل ألاين، هنقول له علم مثلا سنتر تو سنتر، نصك في نصك. تمام. نص دوت ونص ده، هتلاقي الالاين عندك هنا متقسمة، اللي هو الطرف اليمين اول شكل، الطرف اليمين مع الطرف اليمين، هياخد الادج دي يعمل لها الاين مع الادج دي. نص في نص هياخد النقطة اللي في النص اللي هي من الانكر بوينت، اللي هو النقطة اللي في النص دي شايفينها، هيحطهم على بعض. يعني عملنا كده هيحطهم على بعض كده، الشمال هيحط الشمال على الشمال إلى آخره. يعني
فدايما لو عايز تعمل الاين اعمله على حافة ثابتة. يعني لو عايزين نضيف حاجة هنا كمان، هنعمل تكست مثلا هنعمل ايه، 0123456 رقم تليفون مثلا، وهصغره واجي احطه فين، احطه مثلا هنا. انا اختار الاين مين، فاكرين ان البيزنس كارد دايما فيه صورة او صور او في اي او مثلا عندنا في الافتر افكت حاطين هنا فيديو، خد حافة الفيديو دي هي الالاين بتاعك. يعني انا هنا عندي احتمالين، ممكن احط الخط على الحافة دي اعمل له الاين، او اخد خط هنا قوي كأن عملت مثلا يعني مثلا كده الاين هنا، فهقول كل كتاباتي هيبقى طرفها هنا، فبالتالي دوت مثلا هيبقى طرفه هنا مثلا. طبعا انا ما عملتوش جوه الباراجراف، كان ممكن اعمله جوه الباراجراف ورايح نفسي، بس هتلاحظ ان الموضوع مش مستمر. ليه؟ لان الستة دي تخيلت حواليها مربع، يعني لو تخيلنا مثلا حواليها مربع هنا كده، ده ماسك، فالحافة فين؟ حافة هنا، فانت ممكن ترحلها لحد هنا. تمام، فالطبيعي ان انا هعمل align لهنا. كده شكل تصميمك بقى احسن. اخترنا ده وده، نزلناهم مثلا ناحية الستة، فبقى الموضوع اسهل. نفس الحكاية، فالالاين بتاعتنا موجودة هنا اهي. طبعا دي align ودي distribute. distribute لو انت بتستخدم تلاتة layer مع بعض، فعايزهم كلهم يتظبطوا. فلو جينا align، عندك align ناحية الشمال، align ناحية الوسط، align ناحية اليمين، او align من التوب للتوب، يعني مثلا دي ودي لو عملت لهم، عايز هياخد الطرف ده، شايفين الثلاث خطوط اللي فوق اللي هو بيمثلوا التوب بتاع الشكل والتوب بتاع الشكل، هيعملها كده center to center زي ما قلنا، السنتر للسنتر، او الباتم الثلاث خطوط اللي تحت الخط الارضي مع خط الارض، نحطهم في النص. اوكي، من بعد ده شوية كده. هنا طبعا انا ما زودتش المسافة بين الاربعة لان ما فيش غيره محتوى واحد اللي هو رقم التليفون. بينما لو انا كنت المفروض ان هو لو معاه معلومات تانية كنت هرحله هنا تحت، مثلا معاه هوت ميل او معاه حاجة، وكنت سبت دول زي ما هما كده. تمام، دوت بالنسبة للالاين جوه الافتر افكت، وده اللي يهمنا في فوتوشوب. طبعا في ناس كتير تعرفها، ابقى اوريه لكم فين. تمام، هنا هوت الاين في الفوتوشوب اللي هو وانت واقف على السلكشن تول معلم على 2 لاير، هيفتح لك هنا قائمة فيها نفس الفكرة بالظبط، ولو علمت على 3 هيفتح لك الديستريبيوشن. تمام، في الالستريتور في قائمة لوحديها اسمها الاين، لو معرفتش تجيبها منين هتجيبها من الويندو وتجيب الاين. جميل، ودوت هو الالاين. فيبقى احنا عندنا كده مبدئين، اول حاجة البروكسيميتي، تاني مبدأ الالاين. يبقى لو تطبقه هتلاقي ان عندك بروكسيميتي، المسافات قريبة، وده احسن مثال يعني انا شفته، مسافات قريبة من الحاجة اللي انت عايزها، والالاين عمل له حاد، يعني تحس ان في شارب ايدج موجود. طيب نكمل، لما تيجي تستخدم الالاين ايه هو الـ الحاجات اللي لازم تتجنبها. افويد يعني تتجنب، افويد يوز مور ذان وان تكست الاينمنت. يعني ايه؟ يعني ما تجيبش حبه تكست تحطهم ناحيه اليمين الاينمنت ناحيه اليمين، وشويه تانيين تحطهم الاينمنت ناحيه الشمال. يعني لو كان مثلا عندنا افتر افكت هنا اهو، اوكي، ما اجيش اعمل ايه دول الاينمنت ناحيه اليمين، لو عايز مثلا عشان يبانوا اعمل لهم سكيل عشان ما اخسرش خصائص الخصم. وهنا دوت في رقم تليفون اهو مثلا، فادوس انتر. اوكي، دول انا عامل لهم الاين ناحيه اليمين، ما اجيش على دول واعمل على دول كده وقايل الاين ناحيه الشمال. لاحظ كده بقى عندك ناحيه يمين وناحيه شمال، وفي صوره ليها طرف حاد، تحس ان الموضوع ناقص. على عكس انا لو كنت عملت كده الاتنين دول وديتهم ناحيه الشمال، كان كمل المحتوى، كانت عينك بصت من ناحية الشمال دارت قرت كل دول دفعة واحدة. ومعنى عينك تدور يعني هي مش هتقرا الكورنرز بس، يعني الموضوع مش موضوع كورنرز، انما الموضوع ان العين تعمل سكان، تعمل مسح، مش بتعمل ستريت لاين.
تمام. فديت الحاجات اللي انت لازم تتجنبها. تاني حاجة اللي هو هارد بريك اواي فروم سنتر تكست، حاول بجد بليز يعني مش كل حاجة تحطها لي في السنتر، مش كل حاجة في السنتر صدقني كويسة، لان السنتر ليه استخدامات كتيرة، زي مثلا اوقات بيبقى ليه الرسائل لما تحطها حاجة في النص كده بيبقى شكل اليجنت يعني شكل كلاسيكي شوية فبتنفع، بس مش دايما هو ده الصح يعني. استخدم اليمين والشمال برضو بينفعوا. تمام. تالت حاجة اللي هي الكونتراست، وانا حاول اسرع الوتيرة شوية عشان الفيديو. حاول دايما ايه معناها، بيقول لك if two items are not exactly the same then make them different. يعني ايه؟ يعني حقيقي لو عندك حاجتين مختلفين يعني ما تخليهمش قريبين قوي من بعض، او هما مختلفين او تقول خلاص كده اختلفوا، لا لا خالص. حاول تعمل الفرق زي ما بيقولوا exaggerated يعني وسع المسافات ما بينهم قوي، مش المسافات اللي هي مسافات زي البروكسيميتي قصدي، يعني وسع الفرق وضحه جدا. ده زي الكونتراست دي مشهورة جدا في مثلا في ال ايه هو الكونتراست اصلا، حتى في الافتر افكت او في الفوتوشوب، في الكونتراست اللي هو مدى التباين او مدى التظاهر. فهو بيعمل ايه؟ لو مثلا عندك صورة ابيض واسود بيزود قوي الاسود، يعني لو جراي وابيض مثلا فبيجي مزود درجات الجراي لحد ما توصل اقرب ما يكون للاسود، ويبيض الابيض قوي، فهو ده الكونتراست. لو جينا هنا قلنا الكونتراست عندنا في اللي احنا كنا بنتكلم عليه هو مش مجرد بس الوان او حاجه. كونتراست يعني ايه؟ يعني دايما فاكرين لما كان في محاضره الاخيره ديت لما جيت اتكلمت قلت لك خلي دايما كونتراست، يعني استخدم مثلا لو عندك مثلا خط زي اللي انت شايفه دوت، او الشكل اللي احنا شايفينه ده، لو مشينا على الاشكال دي كلها هنلاقي نيلسون فوتوغرافي. هو اولا في فرق في الخط، يعني نويترا ده خط اسمه نويترا، دوت الشكل منه اللي هو بنسميه لايت، ودوت بنسميه ريجولار، ده العادي ده شوية تخين كده، واللايت ده اللي هو خطوط رفيعة قوي يعني. خلاص هو ما اكتفاش بس ان خلى خط رفيع وخط شوية تخين، لا ده بالعكس ده كبر قوي، كبر اوفر يعني، وخلى نيلسون دي كمان صغيرة جدا، فالشكل بقى شكله حلو. ليه؟ ده ناتج عن الكونتراست. نفس الحكاية هنا، خلى ده الخط بولد يعني سميك، والخط ده لايت، ده أول حاجة عملها في الكونتراست. تاني حاجة راح مكبر في الأحجام، نفس الحكاية هنا، نفس الحكاية هنا، نفس الحكاية هنا، خلى نيلسون دي تخينة وفوتوغرافي دي رفيعة. تاني حاجة هنا غير الخط. يبقى احنا عندنا كذا تكنيك عشان نعمل بيه كونتراست. التلات تكنيكات المشهورين جدا ان انت يا اما بتستخدم الأحجام، يعني تعمل كونتراست بين حاجتين عايز تعمل لهم، مثلا اكترتها بنستخدمها في اللوجوز، واللوجوز هو نفس التكنيك الاكثر استخداما في التكست اللي موجود في الافتر افكت. فمعنى ان انا يا اما اخلي الاحجام مختلفه قوي بحيث ان الموضوع يدي كونتراست، دي اول حاجه. تاني حاجه اغير الفونت الخط، يعني اخلي الخط ليه تايب مختلف. وكمان في حاجة مهمة جدا يمكن كنت قلتها قبل كده، حاول ما تستخدمش أكتر من خطين أو ماكسيموم أوي 3 خطوط في الشط الواحد أو في السين الواحدة. وال3 خطوط حاول يكون يعني ليهم نفس التكنيك، يعني مثلا هنلاقي هنا دوت خط بنسميه سان سيرف، يعني ملوش حواف، وده سان سيرف ملوش حواف، دوت سان سيرف وده سان سيرف خلاص ملوش حواف، دوت سيرف اللي هو اللي التاب دوت اسم الخط النوع يعني اسمه سيرف. فهنا صغر الفوتوغرافي بالذات ما عملهاش سيرف عشان ما يبقاش شكلها وحش. فهو هنا دايما راح عامل ايه، راح عامل دي فوتوغرافي لايت وصغيره كمان. فدايما حاول هتلاحظ الخطوط دي كلها مثلا ماكسيموم او المستخدم فيها 3 خطوط، يعني دوت مستخدم فيه خط واحد، ده نوع واحد من الخطوط خلاص، وده نفس النوع بس التلاتة 3 اشكال مختلفين. ايه اللي انا بقول فيه ده؟ اللي انا بقول فيه ده انت عندك حسام الدين مصطفى، الخط ده اريال، هتلاقي تحت الاريال في كذا نوع من الخطوط زي ما انا قلت قبل كده. فعشان ادي كونتراست انا هنا في كونتراست كويس في الحجم بدايه كده كويسه يعني، فحاجه اعمل ايه، هعلم على حسام دي وخليها بلاك، دي هنا نوع الخطوط، انا مش عايز نوع الخطوط، انا عايز التايب بتاعه، فاعمله بلاك. لاحظ كده جميل جميل. وهاجي على التكست دوت همده شوية لحد ما يبقى طرفه ناحية
يبقى شوية قريب من حسابي. واللي أنا عملته دوت بنسميه الكيرنينج. الفرق ما بين اللي احنا اتكلمنا عليه، فاكرين لما كنا بندوس تدوس الت فوق وتحت، ده هيعمل ايه؟ السبيس لاين. لو دوست يمين وشمال هيعمل كيرنينج، والكيرنينج دي المسافة بين الخطوط. يعني انت لو عايزها على قد حسام بالظبط اهو كده، او ممكن تعلم عليها وتدوس الت برضو وتدوس شمال لحد ما تظبطهم الاثنين مع بعض. اوكي، فده الشكل اختلف خلاص. فانا كده استخدمت ايه؟ استخدمت اول حاجة الحجم، استخدمت نوع الخط، اقدر استخدم الاستخدام تاني. عايز اعمل كونتراست زيادة كمان، اجي مغير دوت مخليه لونه اسود او لونه احمر، ايا يكن بقى اللون اللي انا عايزه مثلا. خلاص، بس مش ده، انا عايز حسام بس، حسام هي اللي يبقى لونها احمر، والديزاينر دي تبقى لونها ابيض. لاحظ كده بدأ الشكل، يعني لو دوسنا كده جبنا 100% الشكل كده بقى حلو. هنا طبعا دي كمان اقدر اغيرها، اديها كونتراست، اخليها مثلا احمر كمان وابيض ومش عارف ايه فده بنسميه اللي هو الكونتراست. خلاص، ومبدأ الكونتراست ده برضو ليه كذا استخدام، اللي هو ايه؟ حاول ما تستخدمش اكتر من خطين زي ما احنا قلنا. خلاص، لما تيجي تعمل كونتراست مثلا ما تروحش تجيب الاسود، وزي ما انا كاتب هنا مثلا ما تروحش تجيب الاسود، ولو هتعمل كونتراست في الالوان ما تروحش تجيب الاسود وتجيب لي عليه رمادي غامق قوي قريب من الاسود، تقول لي اصلا انا كده عملت كونتراست، انت كده ما عملتش كونتراست اصلا. فين كونتراست؟ كونتراست يعني تعمل الابيض واسود، بلاك اند وايت. يعني لو هتعمل حاجة اعملها على الاخر. خلاص، تاني حاجة حاول ما تستخدمش خطين بلاك. يعني ايه؟ يعني مثلا الاريال ده في شوية حاجات معينة اللي هو نيرو ريجولار مش عارف ايه وبتاع، ايه الفرق ما بينهم؟ ده الريجولار، لو دوست النيرو اللي هو الارفع منه، وده اللي كان المفروض نستخدمه. خلاص، فلو علمنا عليه تاني ورحنا موسعينه تاني الت ويمين، خلاص هتلاحظ الشكل بقى احسن كمان. يعني دوت لو جيت تعمله مثلا في افتر افكت هيبقى اسهل بكتير. ده الريجولار لو فاكرين الخط العادي، ودوت النيرو فدوت معناها. فما تروحش تعمل لي مثلا تجيب لي تعمل لي نوع خط اول حاجه مثلا تاخد اريال وتعمله بلاك، واللي بعديه تعمله لي بولد. هو ما زادش غير 1 بيكس، يعني بيكس دي وحده قياس. ايه اللي انت استفدته من كده؟ انت كده ما عملتش كونتراست. فدايما كونتراست دي من اهم الحاجات. وعلى فكره مش كونتراست مش شرط بكده، في طريقة تانية لو عايز برضه أعمل كونتراست. كونتراست مش لازم أعمله بالألوان والأشكال، ممكن أزود كمان كونتراست على الشكل ده. إزاي؟ إن أنا ممكن أعمل مثلا هنا نيو شيب لاير، أو أعمل نيو شيب. فعشان أعمل نيو شيب فاكرين أنتوا كنا نطلع أوف خالص الديزاين، وهعمل هنا أوكي مستطيل من هنا كده، وأسحبه تحت تحتهم كلهم فوق ال. طبعا هو هنا هعمله لون ابيض، من الفل هنا اعمله لون ابيض. اوكي، انا عايز اعمل واوسعه واكبره شويه من تحت، انا عايز اعمل كونتراست دلوقتي. ودي اصعب حاجه بجد، يعني انت تدور ايه اللي تعمل له كونتراست عشان يبين الاشكال، يعني عشان يبين تباين. تمام، ده ابيض، رحت واخد ده تعمل له كنترول دي دوبليكيت، يعني كبرته، رحت واخده حطه هنا وحطه هنا كده. شايفين ده الطرف اهو، عايز اعمل كونتراست راح تعمله ايه؟ بلاك. لاحظ شوية حاجات بسيطة، بدأ يبقى عندك الشكل احسن. يعني من غير الاتنين شيب دول تحس ان الدنيا برضو مش قد كده. الاتنين شيب دول عملوا لك ايه؟ بينوا لك كمان في الموضوع. يعني كبر كده مثلا تمام. ولو عايزين احسن ان انا احاول اقرب اقربه من هنا من الحافة دي، وهاخد الحافة دي هي المقياس. يعني لو رحت من هنا كده شايفين الحافة دي، هخلي النقاط دي بتاعت الانكر بوينت واسحب شيفت هنا، يبقى كل اللي فاضل هينزل على الحافة دي.
فكده انت عملت كده كمان مرة كونتراست و احنا 50 دقيقة. طيب اوكي نكمل بقى الباوربوينت. فدي من ضمن الكونتراست اللي انت لازم تعملها. يبقى احنا خلصنا الكونتراست، اتفضل لنا اخر حاجة سيمبل. وهتلاحظ هنا كونتراست، لو جيت بالمرة كونتراست هنا معمولة فين؟ معمولة، شايف الخط ده تقيل، يعني خط ده تقيل، خط ده صغير، وده تقل شوية. على فكرة هتلاقي الخط دوت اكبر كبير جدا، وهنا التليفون والميل صغيرين. تلاقي هنا استخدم، ملاحظين ان هو ما غيرش الفونت خالص في الاربع انواع، في الجمل كلها ما غيرش اي فونت. نفس الحكايه هنا، ما غيرش الفونت هنا حتى دوت نفس الفونت، بس عملوا ايتاليك، يعني عملوا مايل. البي اس دي نفس الفونت، نفس الفونت، فما عملش بيهم كونتراست. الكونتراست اللي عمله في الاحجام خلاص، والالوان. هنا لما جاي يعمل راح مستخدم مسافات بيضة كتيرة، ومستخدم ألوان فقعة اللي هو اللونين دول، وعليهم لونين تاني بنسميهم التلات ألوان دول complementary color، يعني ألوان متقابلة في دائرة الألوان. ودي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها في الألوان. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الكونتراست، وقلنا ايه هو التلات حاجات اللي متعملهمش، لو ما تستخدمش اكتر من لون خطين، ما تستخدمش لونين قريبين من بعض قوي وتقول لي انا كده عملت كونتراست، لا افصل، هات الوان قويه متقابله في دائره الالوان. وتالت حاجه ما تستخدمليش خط تخين وتجيب لي خط يعني ارفع منه سنه وتقول لي كده كونتراست، يا تعمل واحد تخين او واحد رفيع، يا اما تعمله كبير قوي والتاني صغير قوي، وهكذا. اخر حاجه الريبيتيشن، ودي سهله جدا. الريبيتيشن اللي هو دايما بنميل، حاول دايما تخلي في الديزاين بتاعك كونتينيوتي. يعني ايه كونتينيوتي؟ دايما نلاحظ ان احنا لو جبنا كتاب، هنلاقي ان مثلا لو عاملين من فوق الكتاب بار او شريط او حاجه، هتلاقيه دايما موجود في كل الصفحات. ده يديك ايحاء ان الموضوع مستمر. هنلاقي مثلا elements، يعني مثلا لو عندنا 2 بيزنس كارد دول، هتلاقي ان هو عمل ايه، خد الفلوريش دول ولا الورد دوت، راح حطه ورا برضو، فاداك ايحاء الاستمرارية. نفس الحكاية هنا، خد اللوجو دوت حطه ورا، وهكذا. الريبيتيشن دي مش يعني تكرر جزء واحد من الديزاين بتاعك على كذا مرة او كذا صفحة، لا بالذات هو في الجرافيك ديزاين اكتر، يعني هو في الجرافيك ديزاين اعمق. فانا حاول اشوف هنا عندي اي بي دي اف، عندي هنا مثلا بي دي اف، مش عارف بصراحة. ماشي، ده كتاب عن 3 دي ستوديو ماكس اللي هو محدش بيحبه اصلا. اوكي، فلاحظ حاجة انا هوريك، بس نعمل فيو هنا واعمل بيج ديسبلاي تو بيجز مع بعض عشان يبين الموضوع. خلاص يلا، لاحظ حاجة، فين الريبيتيشن هنا في الصفحة دي؟ أولا لو جينا بسرعة كده نراجع عن الأربع مبادئ. أول حاجة نتكلم عن الريبيتيشن، آخر واحدة في الريبيتيشن عندنا، هتلاحظ إن عندك هنا شايفين الخط ده ورقم الصفحة في النص، هو نفس هنا الخط هنا ورقم الصفحة في النص، ده اسمه ريبيتيشن. دايما بيعمل العنوان في الصفحة اللي على الشمال، العنوان واخد الاين ناحية الشمال وتحت منه مسطرة، واسم الشابتر على اليمين وتحت منه مسطرة. خلاص، لو جيت تنزل الصفحة اللي بعديها، عنوان الناحية الشمال وتحت منه مسطرة، الشابتر على اليمين وتحت منه مسطرة، وهكذا. طبعا ديت من ده عشان كتاب تعليمي نسبيا، فالموضوع كده. اما لو في المجلات هتلاقي بقى مثلا هنا محطوط لك شريطة حمراء ومثلا شريطة خضراء، وتحت خضراء في حمراء، تلاقيهم بيفضلوا يتكرروا في كل حاجة. فلو جينا هنا بسرعة كده نشوف، ده من ضمن الناس المحترفة في الكتابة، الكتاب ده مشهور جدا، سبيد مولدنج، بينزل له كذا سي اس 3 ستوديو ماكس. فلو جينا نكبر شوية كده، مثلا بلاش 100 وخليها 75، أو بلاش خلينا زي ما كنا يعني fit visible. ماشي تمام، هروح ويندو فيو تاني واروح اعمل بيج ديسبلاي تو بيجز. اول حاجه اتكلمنا عن ايه، عن البروكسيميتي. لاحظ الباراجراف الاول دوت، اكيد انا اول ما شفت الكتاب اكيد هو بيتكلم عن حاجه هنا وهيتكلم عن حاجه تانية هنا، او مش حاجه تانية، يعني الموضوع شويه مرتبط ببعضه.
بس عامل سبيس، سبيس خلاك خلي عينك ترتاح كده، يعني في راحة. فدي أول حاجة اللي هي اللي بنسميها إيه؟ بروكسيميتي. تاني حاجة عامل ألايمنت. لو تلاحظ هنا في خط، شايفين الخط ده؟ هنا نفس الحكاية، خط اهوت خلاص. تالت حاجة عمل كونتراست. ايه الكونتراست اللي عمله؟ لاحظ هنا العنوان ده كبير، ده هيدلاين، يعني فاهم، حاجة تفصل، تحس تطلعك بره مود ان هو تبع الحاجة دي كلها. لا ده حاجة جديدة هنا، انت عرفت هنا حاجة جديدة، ودي كلنا بنعملها بالفطرة خلاص. وعمل ايه تاني؟ عمل الحاجات المعينة، عملها بولد، يعني عمل لها طخن الخط شوية، يعني هنا تشوف مثلا طخن الخط شوية، هو نفس المود تايمز نفس السيرف فونت او الخط اللي ليه ايدجز من فوق دوت، بسميه سيرف، بس الفرق الوحيد ان عمل ده بولد وخلى ده عادي. فهنا اداك ايحاء ان ايه، ان خلي بالك هنا في حاجة، يعني هتلاقي مثلا choose quad menu، يبقى هو عايز كلمة quad هنا، تمام. بديت المبادئ البسيطة الأولية، نظرا إن احنا يعني طولنا في المحاضرة دي، فأنا هقسم الموضوع ده على 3 محاضرات. فهنا رجعنا تاني نشوف الحاجات مثلا اللي بنتكلم عليها، هتلاقي الألاين والكلام دوت. فهنخلي المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله المرة الجاية ديت هنتكلم فيها على الفونت، نظرا إن هنا الوقت، يعني لو شفنا هنا الفيديو داخلين في 57 دقيقة، يعني عايزك دايما تراجع على شغلك، اي ورقة تمسكها تحت ايدك حاول تطبق عليها الـ4، هتشوفهم في كل حاجة، يعني هتشوف الالاينمنت والبروكسيميتي والكلام ده كله، هتلاقيه في حاجات كتيرة، في بروشورات بتاعت مطاعم وبزنس كارد. راعي طبعا المبدأ دوت في السي في بتاعك، يعني حاول دايما تفصله عن الحاجات اللي ملهاش علاقة ببعض، تفصلها ان كانت سنوات خبرة او. اتمنى بجد ان المحاضره دي، انا عارف ان في ناس كتير هتحس ان هي بعيده عن بعيده عن الافتر افكت، وبعيده عن الدوره بتاعتنا اكتر منها، بس الفكره هما فيها، يعني في حاجات شويه حاجات مهمه حاولت نعديها. طبعا لو انت عندك كونسبت زي دوت معمول موشن جرافيك او متظبط من كده، هيبقى احلى بكتير لما تيجي تعمل له انيميشن من ان هو كان تكست واحد كده وبتاع. وملحوظة تانية يا جماعة، معلش بسرعة ما اطولش عليكم، لما تيجي تعمل باك جراوند، لاحظ هنا الباك جراوند اللي انا عاملها دايما حاجة مهمة جدا لما تيجي تعمل باك جراوند لمشروع. انا لقيت معظم الناس بتحط دايما باك جراوند سودا او سوليد كلر، يمكن كلنا بنعمل الموضوع ده، بس دايما على الاقل خلي عندك في الباك جراوند 3 element او واحدة. يعني ايه 3 element؟ يعني مثلا في الباك جراوند بتاعتي دي انا واخد هنا سوليد كلر، شايفين اللي هو دوت اللي هو اللون عادي دوت خلاص، والشكل دوت اللي هي النقط دي والنقط دي، وزودت عليهم دول 3 element دول. نفس الحكايه عندك هنا، فضلت باتنين اللي هو دوت ودوت والسوليد خلاص. هنا رحت راجع تاني حاطط 3 element، حطيت رقم 1 فوق يمين وكده، فدي اقوى في التصميم. فدايما حاول ما تخليش الخلفيه بتاعت مشاريعك سودا، يعني فاهمني. حتى لما جينا نعمل اي ماك، فاكرين اول مشروع خالص ما حطيتش خلفيه سودا، انا اتعمدت احط صوره ورا، كان فرق شاسع اصلا، يعني غير لما تحط الشاشه سودا بس. فاتمنى ان انتوا تطبقوا الـ4 دول. المحاضره دي هتنزل ان شاء الله، المحاضره الجايه الناس اللي شايفه ان الكلام دوت يعني مش محتاجاه، ف المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم فيها عن الخطوط والخطوط المستخدمة. هتنزل بالتوافق مع محاضرة تانية، مع محاضرة افتر افكت، الاتنين هنزلوا مع بعض إن شاء الله، أو هستغل نص ساعة كده في النص أتكلم فيها عن الفونت بسرعة، وأرجع تاني أجمعها هنا في المحاضرة ديت عشان يبقى عندك المحاضرة دي كاملة. بجد أتمنى إن الموضوع ما يكون فيه فايدة، وبجد صدقوني هتستفادوا منه كتير. كان معاكم الباشمهندس حسام الدين مصطفى، وألف شكر لوقتكم. نسيت صحيح أوريكم حاجة بالمرة. Thank you. السلام عليكم.